وزهرات هذه المدرسة التي دائما تقدم أروع الصور في مختلف الذكريات. بناتي العزيزات، ثقنا تماما بأن بقاكن في هذه الشمس والجهد الذي بذلتموه وتبذلوه حتى هذه اللحظة هو عرق يصب في مستقبل اليمن، هو عرق بالتأكيد يصب في مستقبل اليمن. صدقونا بأن كنا أقوى وأعتى وأشرس من كل الصواريخ التي تمتلكها الميليشيات. بكم أنتم نحلب بالمستقبل، بكم أنتم ستبنى اليمن، بكم أنتم سوف تكون اليمن أفضل. أنا أثق تماما عندما أنظر إلى هذه الاحتفالات في مدارس تعز، في مدارس تعز والتي تتصدرها نعمة رسام، شهيد الحكيمي، محمد الدرة، كثير من المدارس التي تتنافس حبا في مستقبل اليمن، تتنافس حبا في ثورة سبتمبر ومبادئها العظيمة، تتنافس من أجل إعلاء قيم المساواة، قيم الحق، قيم العدل، قيم الدولة المدنية الحديثة التي نرجوها لأبنائنا. لا يمكن أن تعيشنا أو يكون لأبنائنا مستقبل في ظل فئة تنظر لنفسها أنها فئة مصطفى من عند الله سبحانه وتعالى وما دونها عديد. أعتقد بأن هذه الصور الرائعة وهذه اللوحات الكبيرة هي الكفيلة والقادرة على إيصال اليمن إلى بر الأمان. نحن في قوتنا هنا ببناتنا، بأبنائنا، والأجمل في هذا كله أن تتصدر فتيات تعز كل الاحتفالات. تتصدر فتيات تعز، يعني نحن كنا قبل أيام هنا في مدرسة نعمة رسام، وهذه المدرسة التي احتضنت المسابقة الوطنية للمتفوقين والمتفوقات من أبنائنا في عموم محافظات المحررة، 350 طالب وطالبة، وفي الوقت نفسه كرمنا طالبات نعمة رسام وغيرها من الطالبات التي حصلنا على المراكز المتقدمة في المسابقة الدولية للماثماتيك مارك، وأيضا في تحدي القراءة التي أقيمت في محافظة عدن. هذه المدرسة دائما وغيرها، ونجد دائما كما قلنا نعمة رسام في الصدارة بأنها مركز الإبداع، مركز التفوق، مركز النبوغ. وبالتالي أنا أجد في نعمة رسام بكل فتياتها بأنهن مشاريع المستقبل. أتمنى لكن التوفيق والشكر أولا وأخيرا لطاقم تدريس مدرسة نعمة رسام والكادر الإداري، وأيضا هو في المقدمة أيضا للأخ العزيز الأستاذ عبد الواسع شداد الذي يتواجد حاليا في محافظة عدن لمتابعة القضايا الناتجة عن الامتحانات وأيضا ما يتعلق بالكتاب المدرسي. نتمنى له التوفيق، واتمنى أن يرجع إلى المحافظة وهو محمل بالكتب وأيضا بمراجعة النتائج التي تمت في الثانوية العامة. نتمنى لكم التوفيق والشكر أولا وأخيرا لكم جميعا. والأجمل في هذه المناسبات أنها تأتي وقد احتفلت تعز قبل أيام بقدوم فخامة الأخ الرئيس الشيخ محمد العليمي والأخوين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والإخوة نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، وأيضا الأخت نائبة الرئيس، وجميع الأخوة الوزراء. احتضنت تعز كل هذه الوفود، وتحتضن تعز كل يوم بفضل الأمن والاستقرار وبفضل أبطالنا الصامدين في الجبهات
وبالفضل أيضا الدماء الزكية التي قدمها شهداءنا في كل المحافل أبناء تعز، وأيضا جرحانا الذين نتمنى لهم الشفاء. لا ننسى دائما الدعاء لجرحانا بالشفاء، وأيضا لشهداءنا للرحمة والخلود، وأيضا لأبطالنا الصامدين بالجبهات بالتوفيق والثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.